السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين. مع حضراتكم في رحلة جديدة وحلقة جديدة من المساء مع قصوى، بنقابلكم كل أسبوع يوم الجمعة ويوم السبت من الساعة 9 للساعة 10:30 مساء. بنحاول على مدار ساعة ونص، وبفكر حضراتكم دايما إحنا بنعمل إيه، توك شو ثقافي متخصص لكن يخاطب الجميع، يعني كل حد عايز يعرف معلومة، كل حد عنده وقت فاضي كده عايز يستفيد فيه حاجة ممكن يقعد يتفرج علينا. بفكركم دايما الناس اللي بتقرأ، إحنا بنحاول نوسع المجالات بتاعة القراءة بتاعتها ونوسع نوسع المدارك مع بعض، بحيث ان احنا نوصل لمرحلة انه لديك معلومة من او عن كل شيء تقريبا محيط بك. الناس اللي ما بتحبش تقرأ بنحاول ان احنا نوصلهم بكتب او نطرح لهم حاجات ممكن يحبوا يقروا من خلالها، وبرضو بنتجاوب مع حضراتكم في الرسائل والتواصل معاكم والاسئلة وكده. الحاجة التانية ان احنا بنفكر حضراتكم بانه في مجموعة كبيرة جدا من الكتب بنقدمها في شكل مقتضب ومختصر من خلال فقرات البرنامج اللي بنحرص انها تكون سريعة، هتلاقوها حضراتكم متاحة على السوشيال ميديا، على صفحتنا على فيسبوك صفحة المساء مع قصوى، وكمان هتلاقوها متاحة على صفحة قناة تن أو على قناة تن على اليوتيوب، وكمان هتلاقوها على صفحة قناة تن على فيسبوك. دي صفحتنا المساء مع قصوى، وبننتظر من حضراتكم التواصل. بنسعد بالرسائل، بنسعد بالدعم، بنهتم بكل الحاجات اللي بتجينا وقدر المستطاع بنحاول نرد. طبعا في يعني تواصل كتير جدا بنسعد بيه من حضراتكم، لكن قدر المستطاع كل الرسائل اللي بتيجي بنحاول نرد عليها مع حضراتكم. النهاردة معانا مجموعة من الفقرات، يعني نروح معاكم سريعا، بنتابع معاكم في البداية أخبار الثقافة والفن والدنيا فيها إيه كده، ثقافات عامة، وبعد كده بيروح معاكم غرائب وحكايات وصور وقصص من مصر القديمة، تاريخنا الغنائي، والنهاردة معانا أغنية هتعجبكم جدا كمان. بعد كده هنروح مع حضراتكم ليه كتابنا. كتابنا النهاردة هو فرويد، وهذا الرجل طبعا الاسم شهير جدا في علم النفس وفي الأبحاث النفسية والتحليل النفسي. النهاردة هنروح رحلة مع فرويد، كيف تفرود فرويد إنجاز التعبير، يعني كيف أصبح فرويد بهذه الشهرة. والحاجة التانية نروح معاكم في جوانب علمية محددة متعلقة بالتحليل النفسي، إن شاء الله الفقرة دي هتكون شيقة هتعجب حضراتكم. وبعد كده هنروح مع حضراتكم مع طبعا هيكون فيها الدكتور أحمد حافظ أستاذ علم النفس في كلية أداب جامعة عين شمس، وبعد كده هيكون معنا في صالون المساء الكاتب والناقد الكبير الأستاذ محمود معروف. ورحلة النهاردة عن هذه السيرة الذاتية المثيرة للجدل. خلينا نقول لحضراتكم معنا إيه بقى في البداية، وإحنا بنتابع معاكم العالم الثقافي والحاجات اللي موجودة من حولنا، وكل شوية نقف معاكم عند الكتب. وفي عالم الكتب قلنا أنه الحياة تحركت قليلا خطوات إلى الأمام، وإن عندنا يعني خطوات مهمة جدا بتحصل في عالم الكتب. طيب القصة إيه؟ قصة ان احنا بنتابع مع حضراتكم اسبوعيا معرض الشارقة الدولي للكتاب، وواحد من اهم المعارض العربية والعالمية انجاز التعبير، وبنتكلم في ظروف استثنائية بيقام فيها هذا المعرض بتتكبدها الشارقة في دولة الامارات العربية الحبيبة. وخلينا نروح مع حضراتكم لتفاصيل اكتر عن هذه الوقفة. معنا عبر الهاتف الاستاذ احمد العمري رئيس هيئة الشارقة، اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا استاذ احمد. الله ينور أيامك إن شاء الله ومشاهدينك يا دكتورة قصوى. شكرا جزيلا لحضرتك، وخلينا يعني ننطلق مع حضرتك في رحلة. طبعا الموضوع كبير والحدث جلل، ويعني حتى الآن الأنباء اللي بتتوارد أنه الأمور على ما يرام، وإن شاء الله الخطوات الجاية كمان تليق بهذا المجهود الكبير وباسم معرض الشارقة الدولي للكتاب. ناخد من حضرتك أهم الوقفات اللي تمت حتى الآن، وإيه المنتظر في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. طبعا المعرض اليوم يعني اثبت نجاحه، فهو اول معرض تجاري يعقد على مستوى العالم. اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب يثبت مكانته كمعرض استثنائي في ظروف استثنائية. هناك اقبال متميز، وليس الاقبال الذي كنا تعودنا عليه في السنوات الماضية، ولكنه اقبال فريد من نوعه، حيث الذين ياتون المعرض فقط الذين ياتون لاقتناء الكتاب. هذا مما عزز في صناعه الكتاب، واليوم هو يعتبر طوق النجاه لصناعه النشر في العالم العربي. ايضا بالامس تم اطلاق المعجم التاريخي. المعجم التاريخي العربي هو اول معجم يطلق منذ
فترة طويلة لم يطلق في العالم العربي. هذا المعجم برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. هذا المعجم ما يميزه أنه يرجع إلى بدايات اللغة العربية، يعني ليست حتى من اللغة العربية الدارجة ولكن اللغة الأصلية القديمة، يعني قديمة جدا. فيرجع حتى إلى الأصل العبري في الكلمة أو الأصل النبطي للكلمة في اللغة العربية القديمة. فهذا المعجم اليوم يعتبر من المعاجم المهمة في تاريخ الأمة العربية. هذا المعجم الآن مطلق فقط منه 8 مجلدات، وترجع إلى يعني فترة يعني قديمة جدا وإلى الوقت الحالي. واطلقوا حتى الآن فقط حرفان اللي هو الألف والباء. فهذا دليل آخر من دلائل نجاح مشاريع الشارقة الثقافية المهمة. عندي سؤال قبل تجاوز هذه النقطة أستاذ أحمد، متعلقة بهذا المعجم، عمل قيم وعظيم جدا إن شاء الله يحقق كمان النتائج المرجوة منه في الاستفادة به. داخل هذا المعجم حين أضع الكلمة أو الحروف المؤدية إلى هذه الكلمة، بتخرج لي المعنى الخاص بهذه الكلمة أم بيكون كمان في أحداث متعلقة بهذه الكلمة موجودة؟ لا، هو يعطيك الأصل والأحداث، وأين أتت، وأين ذكرت، هل ذكرت في حديث، أما ذكرت في قرآن، أما ذكرت في شعر جاهلي، أو ذكرت في نصوص عبرية أو نصوص نبطية قديمة، يعني يرجع لك بالنص إلى الأزمنة القديمة جدا، أو يرجع لك إلى الجاحظ أو الأشعرية، أو أين أتت هذه الكلمة الأشعرية، أو أي كلمة أخرى يعني موجودة. ده عمل عظيم جدا الحقيقة، عمل ثري جدا، هيكون متاح على الانترنت للجميع ولا ليه يعني آلية معينة للوصول؟ لسه يعني الآن هو أطلق الـ8 مجلدات الأولى لحرفان فقط، كل مجلد تقريبا يصل إلى 750، يعني كل حرف 4 مجلدات حتى الآن. نحن نتحدث يمكن يصل إلى 61 مجلدا، يعني هذا العمل، هذا العمل يعني استثنائي وفريد من نوعه. صحيح، موفقين إن شاء الله، منتظرين هذا العمل بإذن الله. الخطوة الأخرى ماذا ننتظر في الأيام القادمة؟ وطبعا الحديث عن الإقبال بهذا الشكل في هذه الظروف ده بيؤكد برضو أنه الشهية العربية تجاه القراءة لازالت مفتوحة بشكل كبير. يعني طبعا هو دليل على نجاح أن اليوم نحن قلبنا المعادلة والنظرية التي تثبتها بعد بعض القنوات المغرضة التي تقول أن العالم العربي لا يقرأ. بالفعل العالم العربي يقرأ، ودليل ذلك أن هنا عدد كبير من الناس الذين يأتون لاقتناء الكتب. يعني والله إننا نرى عربات يعني كبيرة وكتب كثيرة يعني تحمل وتقتنى من معرض الشارقة الدولي للكتاب. اقتناء الكتب لم يقتناء الناس للزينة ولكن للقراءة. فاليوم نجد هناك كتب من يعني لدينا هذه السنة إصدارات جديدة من دولة يعني من العراق الشقيقة، لأول مرة هذه الإصدارات تخرج من العراق وتأتي إلينا من المغرب العربي، إصدارات جديدة من جمهورية مصر العربية في كافة الفنون والآداب، أيضا إصدارات من لبنان ومن مختلف الدول، من الأردن ومن كل مكان. هو اليوم دليل على نجاح تنظيم أو نجاح الثقافة العربية في إيصال الكلمة المقروءة وإيصال الحرف إلى العالم. اليوم إحنا نرى يعني نجاح مشروع الشارقة الثقافي الذي مضى عليه أكثر من 4 عقود والذي مضى معاييره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. تحياتنا للدكتور سلطان، يعني له مواقف يعني نقدر نقول انها مفيده جدا ومثريه جدا للثقافه العربيه، كمان بغض النظر عن هذا المشروع الكبير، لكن له مواقف ايضا اذكر موقفه من المخطوطات التي ارسلت للمجمع العلمي المصري وغيرها من مواقف. تحياتنا الكبيره للدكتور سلطان استاذ احمد. الله، بالعكس هو يعني محب لمصر ولا ينسى فضل مصر دائما، ودائما يذكر مصر بكل يعني كل جميل بمصر. وأنتم أهل الجمال. شكرا أستاذ أحمد، ونتابع مع حضرتك دايما إن شاء الله مجريات الأمور في المعرض. وأنا ممتنة جدا لنقطتين، النقطة الأولى الاهتمام بإيصال المعلومة للمشاهد المصري والعربي المتعلقة بمعرض الشارقة. بشكر طبعا ضيفي الكريم الأستاذ أحمد العمري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، شكرا جزيلا. والنقطة الأخرى متعلقة بهذا المعجم العربي التاريخي، حضراتكم يعني الناس اللي متعمقة في الموضوع، فكرة إيجاد معجم تاريخي تكتب بالكلمة طبعا
مجهود عملاق، وحتى الآن الحرف 4 مجلدات يعني حاجة ضخمة جدا، تكتب الكلمة فأيا كان نوع الكلمة فيقول لك مصدرها ومش بس معناها والتفاصيل متعلقة بها لكن تاريخها وذكرت فين، في آية إيه أو في موجودة في مقطع إيه أو في كتاب إيه أو وأصل القصة بتاعتها، ولو لها تاريخ معركة ما مثلا تكتب كلمة بدر أو تكتب كلمة أحد أو تكتب كذا فيقول لك أحد جبل وأحد معركة وأحد كذا وذكرت في كذا. ده شيء عظيم جدا الحقيقة، يعني إن شاء الله يتكلل بالنجاح. شكرا جزيلا لضيفي، شكرا جزيلا لهذا المجهود الكبير اللي قام به بالتأكيد مجموعة كبيرة من الباحثين، شكرا جزيلا ليهم. نروح مع حضراتكم إلى وقفة أخرى ثقافة أيضا، أخبارنا الثقافية وأسبوع ثري فيه أحداث كثيرة فلازم نتابع. معانا عبر الهاتف يعني المسؤول عن الأخبار الثقافية للمساء مع قصواء ومسؤول الملف الثقافي في موقع إعلام دوت كوم، معانا زميل إسلام وهبان. أهلا يا إسلام. أهلا وسهلا أستاذة قصواء. نورني يا إسلام، أهلا بيك. الله في البداية أنا عايزة أقول لك الله ينور وتسلم إيدك على الملف الجميل الدافئ الثقافي جدا الخاص بالدكتور محمد المنسي أنديل، شيء رائع جدا والله، تسلم إيديك وتسلم إيدين كل الناس اللي اشتغلت فيه واهتمامكم كمان بدا، يعني شيء جميل جدا في ظل رواج الكثير من الأمور اللي مش لطيفة أنه يكون موجود تسليط الضوء على الأسماء الكبيرة اللي عندنا والأسماء اللي أثرت الثقافة المصرية والعربية والبحث عن الهوية. ده تسلم إيديكم جدا يا إسلام. احكي لي بقى الموضوع إيه. جدا أنا بشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل ده، والحقيقه فعلا يعني انا كنت سعيد جدا جدا باني بشرف على ملف يعني خاص بالدكتور او الكاتب الكبير الدكتور محمد المنسي أنديل بكل ما له من قيمه ادبيه وفكريه كبيره جدا، وكنت سعيد اكثر بالحفاوه اللي قبل بيها الملف سواء خلال فتره اعداده وانا بطرح الفكره على الكتاب والنقاد اللي شاركوا في الملف او بعد حتى نشر الملف، لقيت حفاوه كبيره جدا بالدكتور محمد إيمان أنديل وبالملف اللي تم الاعداد او تم اعداده في اعلام دوت كوم، يعني حاله من الحب والتقدير لمستها بشده من كل المشاركين من الملف ومن كل قراء دكتور محمد إيمان أنديل. حاولت في الملف بجد اني اركز مش فقط على الاسهامات الادبيه للدكتور محمد، لكن كمان حبيت اسلط الضوء على الجانب الانساني للدكتور منسي أنديل. يعني الشخصيه دي شخصيه عظيمه جدا ادبيا وفكريا، وحتى على الجانب الانساني اكتشفت جوانب كتير جدا في شخصيه الدكتور منسي أنديل وعلاقته باصدقائه وتاثير كتاباته على اجيال كتيره جدا من القراء حتى الكتاب انفسهم، يعني عدد كبير قوي من الكتاب كانت كتابات الدكتور منسي أنديل ملهمة ليهم ومؤثرة جدا في كتاباتهم وطريقتهم في التفكير. ف دكتور منسي أنديل بجد يعني انا بتشرف جدا ان انا يعني كنت مشرف او معد للملف ده. لا تسلم ايدك. وسؤال اخير في الملف ده ونروح للي بعد كده، الباحث عن الهويه يعني ناس تاخدها طبعا انه انت بتتخيل ان دكتور محمد لسه بيدور على الهويه، انا طبعا خدتها بالجانب اللي انت قصده يعني، لكن برضو انت توضح للناس الموضوع. هو احنا حبينا ده يعني ناكد على ان دكتور محمد من اكثر الناس اللي تناولوا فكره الهويه العربيه والهويه العربيه بشكل كبير جدا في كل كتاباته وفي كل رواياته حتى الكتابات غير الادبيه، المقالات اللي يعني اللي هي بتسمى يعني خفيفه بجانب اعماله مركز بالضبط فيها على البحث عن الهويه. صح بالضبط جدا، هو مش باحث عن الهويه بمعنى انه لسه بيدور على الهويه، لكن هو من اكثر الكتاب اللي تكلموا او تناولوا فكره الهويه والتركيز عليها والتاكيد عليها في الكتابات. فهو ده اللي حبيت اني ابرزه في كتابات دكتور الله ينور يا اسلام. تسلم ايديك وتسلم ايدين كل الناس اللي اشتغلت في الموضوع، الموضوع معمول حلو جدا الله ينور، وبدعو الناس لقراءته هيستمتعوا بجانب اخر من جوانب الدكتور محمد المنسي أنديل، يعني طبعا شخصيه ثريه واثرت الثقافه المصريه والعربيه على مدار سنوات طويله، ربنا يديله الصحه طول عمره. وبنقل لحضرتك يا استاذ اسلام انه الدكتور محمد سعيد بهذا الموضوع. تسلم ايديكم.
لا والله تسلم ايديكم. خلينا بقى نروح للنقطة الثانية. طبعا ابدا سعادته بهذا الموضوع بعد الاطلاع عليه، وده انا حبيت انقله لك يعني كنوع من التقدير ليك ولمجهودك وبرضه تقدير الدكتور محمد. خلينا نروح بقى لحاجة ثانية وقول لي احنا عندنا ايه في الملفات الأخرى، ايه الحاجات اللي مثارة على الساحة الثقافية حاليا؟ يعني هو في الساحة الثقافية خلال الكام يوم اللي فاتوا وتحديدا امبارح كان الموضوع الابرز هو مسلسل ما وراء الطبيعه اللي تم عرضه والمأخوذ عن سلسله ما وراء الطبيعه طبعا للكاتب الكبير الراحل دكتور احمد خالد توفيق. المسلسل اللي لسه ما تابعوش او اللي ما يعرفش تفاصيل عنه كتير، هو عباره عن 6 حلقات من المخرج عمرو سلامه وبطوله الفنان احمد امين ورزان جمال وايه سماحه وعدد كبير من الفنانين. يعني المسلسل من وقت عرضه او بعد عرضه بساعات قليله حظى باهتمام كبير جدا وصدر ترند في الصفحات، طلع ترند على تويتر رقم 2 تقريبا او حاجه كده، صح يا اسلام؟ هو كان على طول يا اما رقم 1 او رقم 2 يعني حسب التوقيت، لان المسلسل تم عرض 6 حلقات مره واحده. طب انت بتفسر بايه يا اسلام انه سريعا حصل تفاعل؟ هل ده لانه مرتبط باسم الدكتور احمد خالد توفيق وبذكرياتنا مع ما وراء الطبيعه والدكتور رفاعه اسماعيل والقصص دي كجيل بقى يعني واجيال طبعا الناس اللي لحقت كمان هذا الاصدار او بتبحث عنه حاليا، ولا بتفسره انه ممكن يكون المجتمع في حاله نهم لاعمال جديده فمجرد صدور عمل مصري على منصه عالميه ده لفت النظر، ولا بتفسره ممكن باسم عمرو سلامه وبال الأعمال الخاصة بيه؟ هو يعني ممكن التفسيرات كلها تبقى صحيحة. يعني كان في تراكم شديد جدا قبل صدور العمل ده من محبي كتابات دكتور أحمد خالد توفيق، محبي سلسلة ما وراء الطبيعة، وطبعا شخصية دكتور رفعت إسماعيل، كان ناس كتير جدا حابين يشوفوا ده هيتم تجسيده ازاي على الشاشة. وطبعا كان يعني حصل مقارنات شديدة جدا، يعني الجمهور نفسه كان منقسم بشكل كبير قوي على السوشيال ميديا بسبب المقارنات، وبسبب يعني بعضهم شايف ان العمل مبهر جدا وانه افتكر ذكريات كتير قوي قوي عن سلسله ما وراء الطبيعه وعن دكتور محمد احمد رفعت اسماعيل وعن كتابات احمد خالد توفيق. والبعض الاخر حب او فضل بقى يعمل مقارنات، بقى في حاجات اتغيرت، بقى في فده كان بشكل كبير قوي وحتى الان مستمر على السوشيال ميديا. ده سبب. السبب الثاني ان طبعا وجود عمل مصري على منصه عالميه بهذا القدر او بهذا يعني عمل ضخم كبير قوي 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 سواء في الساحه الثقافيه او الساحه الفنيه، الناس بقت مهتمه قوي انها تتابع ايه اول عمل هيتعمل وهيبقى شكله ازاي وهيطلع ازاي. فده كان من الاسباب المهمه اللي خلت ناس كتير قوي تتابع، حتى اللي ما قرأوش سلسله ما وراء الطبيعه، يعني في عدد كبير جدا من الناس ما قرأوش سلسله ما وراء الطبيعه فشافت السلسله بعين العمل. بالظبط. فحبوا انهم يتعرفوا على العمل من جديد، وبعد يعني بعضهم بعد يعني بعض الاستاذ بتقول انهم بعد ما قرأوا او بعد ما تابعوا العمل هيبداوا يقراوا السلسله ويشوفوا السلسله ويشوفوا الكتابات، ده فده شيء ايجابي جدا يعني. ده من الحاجات ده شيء رائع جدا ان هم يقروا رفع اسماعيل يشاركونا الذكريات. يعني بعض التعليقات كان بيقول احنا بس مش هنقراه من جديد او مش هندور عليه ونقراه، لا ده احنا هنعرف ولادنا عليه على السلسله دي، لان السلسله مثلا بقالها اكثر من 20 سنه. يعني كان من الطبيعي ان الناس تبدا تكون مهتمة وتعلق الأجيال الجديدة. بالظبط. طيب عندنا حاجة تانية في النواحي الثقافية ولا لحد كده تمام؟ طبعا اتكلمت بشكل جيد جدا عن معرض الشارقة الدولي للكتاب اللي انطلق يوم الأربعاء 4 نوفمبر. يعني أنا كنت بتابع البرنامج ومتابع. ممكن تقول لي الصدى هنا عندنا الناس اللي موجودة هنا شايفين الموضوع إزاي أو رأي الناشرين اللي شاركوا سريعا كده؟ هم سعداء جدا بعودة الحياة الثقافية مرة أخرى بعد الانقطاع الكبير بسبب وباء كورونا، فسعداء بده بشده، سعداء بعوده الروح للكتاب مره ثانيه، والزخم بان في معرض وفي قراء بييجوا بيبحثوا عن الكتب وبيشتروا كتب. دي حاجه جميله والله. جدا جدا، ونفسهم قوي قوي ان التجربه دي
يعني يبقى دافع كبير جدا ان معرض القاهره دي، يعني نفسي قوي ان معرض القاهره الدوري الكتابي يقام في وقته باذن الله، ومع طبعا اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه طبعا نحاول بس يعني برضو يعني منتظرين وان شاء الله يعني بالظبط ان شاء الله. انا بشكرك يعني كمل يا اسلام كمل عشان ما يقولش يعني بتقطعي على اسلام، جمهورك بيزعل خالص. نورتني يا اسلام، سعيده جدا بالحفاوه دي، وبيتمنوا ان ده يعني يبقى هو ده السائد خلال الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله، نورتني وشكرا جزيلا، وتسلم ايديك يا زميلي العزيز والصديق العزيز ايضا اسلام وهبان، شكرا جزيلا ليك نورتني. طيب نروح مع حضراتكم برضو سريعا من القراءه وبنهتم والكتب، وان شاء الله بدعو حضراتكم بقى يعني عندنا حاجات اهي متاحه على الانترنت وعندنا كتب بتتباع والناس بقى تبدا تقرا ونفعل شويه النشاط الثقافي وحركه النشر بقى تزيد، والناس اللي خسرت في الفترات اللي فاتت ربنا يعوض عليهم ان شاء الله، الفتره اللي جايه تبقى وش خير ليهم يا رب باذن الله من المعارض المختلفه اللي بتتعمل. وطبعا منتظرين معرض القاهره الدولي للكتاب ان شاء الله، يبقى حاجه تليق باسم مصر باذن الله، وننتظر ان شاء الله انه يقام هذا المعرض ايضا. خلينا نروح معاكم كمان، في عندنا حدث مهم جدا، مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي. هذا المهرجان يعني حدث فني مصري مهم، نتابع معاكم انه ان شاء الله قريبا عندنا احداث متعلقه بيه، بكره في امور معينه خطوات محدده بتجرى، بيقام هذا المهرجان في ظروف شكلها ايه، اسكندريه بتستعد ازاي، تفاصيل المهرجان كل ده ناخدها من ضيفتنا اللي منورانا عبر الهاتف، الاستاذه ميرفت عمر نائب رئيس المهرجان والمدير الفني للمهرجان. منوراني استاذه ميرفت الناقده الفنيه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. منوره الدنيا، وقولي لنا بقى سريعا النقلات السريعه اللي حضراتكم مجهزينها والظروف اللي بيقام فيها هذا المهرجان. طبعا يعني لانه التوقيت ابرد شويه، كنا نتمنى نعمل الدوره الافتتاح والختام في مكان مغلق، لكن طبعا نظرا للظروف اللي بيمر بها العالم يعني هنعمل حفل الافتتاح والختام في مسرح محمد عبد الوهاب مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه المطلوبه. وزارة الصحة ما أثرت مدعمانا وبعت وفد كبير لمتابعة التفاصيل من بدايتها لنهايتها. طبعا استاذة ميرفت انا اسفة هقف وقفة صغيرة واسيب حضرتك تسترسلي، حضرتك تابعتي طبعا مهرجان الجونة، ودلوقتي الحصاد الخاص بمهرجان الجونة انه في تفشي لحالات كورونا كتير جدا بين الحضور اللي كان في المهرجان، وكل يوم بنسمع حالة جديدة، فبالتأكيد حضراتكم كان عينكم على ده في الاجراءات اللي بتتخذوها. طبعا عيننا عليه، ولو ان انا ضد انه يكون المهرجان هو السبب في التفشي، لا هو مش السبب، احنا بنتكلم في الاجراءات. هو يعني الاعداد مش بالصوره الكبيره ومش بالتهويل الكبير اللي حصل وبنقراه يعني. لكن في النهايه احنا عاملين اجراءاتنا علشان نتجنب اي مشاكل من النوع ده، الافتتاح في مكان مفتوح والتباعد واتخاذ كل الاجراءات، مقلصين كل الفعاليات عن الدورات اللي فاتت، مقلصين الضيوف، فبنعمل على قد ما نقدر علشان برضو نتوخى الحذر يعني. ان شاء الله. قولي لي بقى حضرتك يعني المشاركات، الحاجات المطروحه، الاسماء اللي هتكون موجوده، التكريمات، الحاجات دي. يعني هي الدوره السنه دي بتحمل اسم الفنان نزهه العلايلي، وهيتم فيها تكريم الفنان صلاح عبد الله والمخرجه ايناس الدغيدي، مدير تصوير دكتور محسن احمد، عندنا مين؟ عندنا في تكريم عاملينه بمناسبه مئويه فليني، احتفاليه خاصه، عملنا لبنان ضيوف شرف، ومعانا ضيوف من لبنان واقسام خاصه بالسينما اللبنانيه، عاملين احتفاليه بمئويه الفنان فريد شوقي وحضور عائلته. عندنا مسابقتين السنه دي بدل اربع مسابقات، نظرا انه الوقت ضيق جدا، وزي ما بقول لحضرتك بنحاول انه يبقى فيه متنفس، ما يبقاش البرنامج مزدحم قوي منعا لاي
مشاكل يعني. ان شاء الله مسابقه خير. مسابقه الافلام الطويله ومسابقه الافلام القصيره من دول البحر المتوسط، الى جانب مسابقه السيناريو اللي بتحمل اسم الكاتب ممدوح الليثي. تسلم ما ايديكم وان شاء الله موفقين، وهنتابع برضو مع حضراتكم هذا الحدث المهم. شكرا جزيلا ضيفتي الكريمه الاستاذه ميرفت عمر، المدير الفني لمهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي، شكرا جزيلا. ده يعني سريعا برضو كانت وقفه لابد منها في هذا الملف عشان بنتابع مع حضراتكم انه الدنيا مش ركود، عندنا انشطه فنيه، عندنا انشطه ثقافيه، الامور يعني نوعا ما ماشيه توازيا او يعني بالتوازي مع او جنب الى جنب مع الاجراءات الاحترازيه اللي بنحاول نوعي منها ونتكلم ونقول انه الناس تاخد بالها في هذه الفتره، لكن يعني لن تتوقف الحياه، خصوصا ان عندنا ركود حصل بشكل كبير في الفترة اللي فاتت متعلق بالحالة الثقافية والفنية. نروح مع حضراتكم لغرائب المساء. خلينا طيب قبل غرائب المساء عايز اروح مع حضراتكم لوثائقيات المساء برضو على امتداد اسكندرية. هنوقف معاكم عند ذهابا الى الاسكندرية وارجع لكم بالغرائب. اثار الاسكندرية الغارقة، عندنا اثار تحت المية في اسكندرية، ممكن تكون ناس شافت صورة، ناس شافت حاجة، ناس كانت في المتحف او في زيارة فشافت قطعة، لكن احنا جايبين لحضراتكم القصة. اسكندرية فيها او شاطئ اسكندرية الرائع طبعا في ثروة كبيرة جدا استخرجت، وربما يكون في ثروات لسه موجودة، جايبين لحضراتكم القصة في وثائقيات المساء مع قصوى. شهدت مدينة الإسكندرية وشواطئها على مدار تاريخها العديد من الحضارات والأحداث الثرية والهامة التي ميزتها بالكوزموبوليتان العالمية، والتي خلفت وراءها كنوزا ثقافية لا تقدر بثمن. كان جزء منها مغمورا أسفل مياهها الشرقية والغربية، حاملة معها أسرار تلك الحقب الزمنية وأهلها، والتي تم العثور على المؤشرات الأولى لوجود تلك الآثار في بدايات القرن العشرين، وتم استخراجها تباعاً خلال السنوات المتعاقبة. وبحسب كتاب الدليل الدولي لعلم الآثار تحت الماء للكاتبين كارول روب وجيم باراستاد، فقد قام أحد طيار سلاح الجو الملكي البريطانية بتدوين شهادته عام 1933 حول رؤيته لتشكيلات ضخمة على هيئة حدوة حصان تغطي مساحات واسعة أسفل مياه منطقة خليج أبو قير. وهو ما دفع الأميرة عمر توسون المهتمة بالحضارة والتراث واعتمادا على تلك الملاحظة بالتعاون مع الصيادين والغواصين لتحديد المواقع الأثرية بها، حيث استطاعوا انتشال رأس تمثال من الرخام الأبيض للإسكندر الأكبر، وعثروا على معبد من الجرانيت الأحمر طوله 7.5 متر للإلهة إيزيس، وسرعان ما بدأت الاكتشافات تتوالى في مناطق أخرى وتوالت. في عام 1961 وفي الميناء الشرقي عثر كامل أبو السعادات وهو أحد الغواصين الهواة على تمثال ضخم لسيدة ترتدي الزي المميزة للإلهة إيزيس، إضافة للعديد من القطع الأثرية الأخرى تشتمل على أوان فخارية وقطع نقدية ذهبية بتلك المنطقة. وبعدها بعام استمر أبو السعادات في بحثه، وبالتعاون مع القوات البحرية المصرية تم انتشال قطع أثرية جديدة من موقع قلعة قايتباي الذي يقع عند حد جزيرة فاروس الشرقية، حيث كانت تلك الاكتشافات كافية لجذب اهتمام منظمة اليونسكو العالمية ووضع تلك الأماكن تحت رعايتها. بعد عام 1967 أصبحت المنطقة الساحلية للإسكندرية منطقة عسكرية، وبات من الصعب الاستكشاف فيها، إلا أنه في خريف عام 1968 تم إرسال بعثة مسح مؤلفة من رائدة مجال الآثار المغمورة بالمياه هونر فروست والجيولوجية فلاديمير، واللذين غطسوا أسفل المياه وأكدوا أن جزءا من البقايا الموجودة في الأسفل هي لمنارة فاروس، بالإضافة إلى بقايا أخرى لمبان مغمورة
تمثل القصر المفقود للإسكندر وبطليموس، واللذين يعتبران قيمة أثرية كبيرة. وفي أعقاب الحرب توقفت الأنشطة لأكثر من 10 سنوات، إلا أن التقرير المفصل الذي تم وضعه من قبل الباحثين فروست وفلاديمير كان بمثابة خريطة أولية لعمليات التنقيب اللاحقة في تلك المواقع. ومع عودة أنشطة البحث مرة أخرى، تم الوصول إلى اكتشافات جديدة في خليج أبو قير عام 1985، أهمها ما وجده فريق فرنسي وبمساعدة أبو السعدات أيضاً، حيث تم العثور على حطام سفن غارقة من أسطول نابليون بونابرت، أهمها سفينة القيادة أوريانت وسفن لاسوريوس ولاجوري، وانتشال أسلحة وذخائر كانت تعود إلى الحملة الفرنسية، بالإضافة إلى العثور على بقايا بعض المدن الغارقة مثل مدينتي كانوب وهيراكليوم. وفي عام 1992 قامت بعثة المعهد الأوروبي للآثار الغارقة بعمل مسح توبوغرافي للميناء الشرقي، أسفر عن اكتشاف جزيرة أنترودوس واللسان المعروف بشبه جزيرة ألتومونيوم، حيث عثر على بقايا مبان يعتقد أنها كانت مسرحاً ومعبداً للإله بوسيدون، بالإضافة إلى حطام سفينة غارقة ترجع إلى العصر الروماني. وفي عام 1994 عمل مركز الدراسات السكندرية في موقع قلعة قايتباي حتى عثر على 7 تماثيل لأبي الهول وحطام ل3 سفن ترجع إلى ما بين القرنين 3 قبل الميلاد والسابع الميلادي، إضافة إلى أكثر من 3000 قطعة أثرية معمارية من الرخام الأسود النادر والأبيض والجرانيت الرمادية والوردية والكوارتز والبازلت. ونظرا لأهمية وقيمة تلك الاكتشافات، تم إنشاء إدارة للآثار الغارقة بالإسكندرية عام 1996، وهي تابعة للمجلس الأعلى للآثار، حيث تضم مجموعة من الأثريين المصريين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين اليونسكو ووزارة الثقافة المصرية عام 2006 لدراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء، والذي خلص إلى التوصية بإجراء دراسة الجدوى اللازمة والتي بدأت عام 2009 لإمكانية عمل متحف موضوع تحت الماء جزئياً لعرض تراث خليج الإسكندرية وفقاً للمبادئ الأخلاقية والعلمية لاتفاقية اليونسكو والمعنية بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. وتوالت الاكتشافات كما استمر البحث بعد كل النتائج المبشرة التي تحققت في العثور على عدد كبير من الآثار الغارقة على شواطئ عروس البحر المتوسط، حتى جعلتها مدينة صغرى تسكن قاع بحر مدينة كبرى هي الإسكندرية. وإلى غرائب المساء، وحكاية من الحكايات الإنسانية الغريبة جدا، إنه كيف يجتمع الثراء الفاحش، ثراء كبير جدا، مع البخل، يعني بشكل مش ممكن، بخل ما حدش يتخيله، درجة من البخل ما فيش إنسان عاقل ممكن يتخيل إنها تكون واقع، لكن هي قصة واقعية، قصة واقعية شهيرة جدا، موجودة طبعا في كتب كتيرة جدا، لكن اخترنا لحضراتكم واحد من الكتب لرصد بمعلومات دقيقة جدا. هذا الكتاب اسمه أبطال وأشرار الموارد المالية، طبعا حضراتكم تخيلتوا من كلمة أشرار، للكاتب آدم بالدوين، وده صدر سنة 2015 في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكتاب مترجم لأكثر من لغة، مش من بينها اللغة العربية، لكن في كتب مترجمة للغة العربية بتتكلم عن القصة اللي جبناها لحضراتكم، لكن الكتاب هو الأكثر إتاحة والوصول إليه سهل، فالترجمة الفورية بتسهل كتير. ده غلاف الكتاب. نبدأ معاكم القصة لسيدة اسمها هيتي جرين. هذه السيدة لقبت بساحرة وول ستريت، وهذه السيدة من أشهر ويعني الأكثر ثراء للسيدات في العالم في القرن العشرين، وهذه السيدة هي الأشهر في البخل، سيدة من كتر البخل بتاعها مع الثراء الكبير جدا، وصلت إن العالم كله كان بيتحدث عن بخلها، إزاي هي بخيلة بالدرجة دي. طبعا دي قصص كتيرة جايبين حضراتكم من الأرشيف كده في البحث بتاعنا حاجات كتير. نقول لحضراتكم القصة إيه. هذه السيدة هيتي مولودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وولدت في 1800 يعني ثلاثينيات 1834، تاريخ
مقارب لده، لأنه في مختلف على تاريخ الميلاد شوية. وهذه السيدة كانت من عائلة ثرية جدا. طيب قصة الثراء الخاصة بالعيلة بتاعتها، كانوا بيشتغلوا في صيد الحيتان والتجارة وأشياء من هذا القبيل، وكان لها أخ وحيد. هذا الشقيق يعني مات مبكرا، وكانت هي بنت صغيرة فأصبحت وحيدة للأسرة، وبدأت تشترك مع والدها في التجارة، وبدأت تكون فاهمة. هي عندها 13 سنة بدأت تفهم إدارة الموارد المالية إزاي والتصرف إزاي، وتاخد المكتسبات الفكرية اقتصاديا من عيلتها اللي كانت يعني كانوا ناس تجار من الناس الكبيرة جدا، عندهم مصادر للدخل كتيرة جدا ومتنوعة، فخدت خبرة كبيرة وهي كانت ذكية جدا. وصلت لبعض يعني سنوات كده صغيرة تزوجت من المليونير إدوارد هنري جرين، فهنا هيتي خدت اسم جرين من زوجها. طيب اتفقت معاه اتفاق غريب جدا، قالت له يعني باختصار كده كل واحد فلوسه لوحدها، لا تيجي جنب فلوسي ولا اجي جنب فلوسك. كانت هي ورثت العائلة بتاعتها كلها، وكل الناس ماتت وهي اللي خدت بقى حصيلة مالية ضخمة جدا. فقال لها خلاص ماشي، كان المتعارف عليه انه الزوج يعني بيدير امور زوجته المالية. قالت له لا ما تديرش حاجة. قال لها خلاص. بعد شوية طبعا هي كانت ذكية جدا، فقدرت انها تكبر الامبراطورية الاقتصادية بتاعتها. ضربت في البورصة، اشتغلت في الدولار، اشتغلت في كل شيء ممكن تتخيلوه بيجيب فلوس، السندات الحكومية، كل حاجة. لدرجة انه من المواقف الطريفة كان والدها جايب لها خزنة، يعني لما بقت بنت كده كبيرة شوية، وملها لها يعني دولاب ملاه ملابس وفساتين. بعد شوية خدت الملابس والفساتين باعتها وخدت الدولاب باعته. عاشت مع زوجها الملياردير لحد ما زوجها الإدارة المالية بتاعته ما كانتش موفقة، خسر ثروته كلها سنة 1885. طبعا كل ده موجود وممكن حضراتكم تلاقوا المعلومات. لما خسر قال لها إيه يعني ممكن تسلفيني قرشين أسدد ديوني يا ست هيتي؟ هي قالت له لا معلش انا اسفه، مش هديك فلوس خالص، ولا مليم هتاخده مني ولا دولار هتاخده مني، ومش هساعدك باي حاجه. الراجل الديون تراكمت عليه وتعرض لمحاكمات وحاجات زي كده، وفي الاخر انفصلت عنه لما لقيته زنان وبيطلب منها فلوس كتير او بيطلب منها فلوس. رفضت تديله اي حاجه وسابته بعد عشره، وانجبت منه طفلين وكل ده. قالت له انا اسفه مش هديك فلوس، وسابته. تخلت عن زوجها في هذا التوقيت وبدات تكمل هي الرحله بتاعتها. الرحله بتاعتها كانت داخل وول ستريت، واشتغلت في البورصات الأمريكية والبورصة الأمريكية، وضربت واشترت سندات واشترت كل شيء تتخيلوه، ونجحت اقتصاديا لدرجة أنها سنة 1905 اتصنفت أنها واحدة من أغنى 20 شخصية في العالم. وصلت أن ثروتها كانت أغنى أو أكبر من ثروة أو أكثر من ثروة ملك بريطانيا ملك إنجلترا في هذا التوقيت. طيب هذا الثراء الفاحش كانت عايشة إزاي؟ دي القصة الغريبة، إن هذه السيدة كانت عايشة حياة فقيرة جدا جدا، بسيطة جدا جدا، يعني نقدر نقول إيه، بساطة أو الفقر المدقع إن إنجاز التعبير. يعني بتعيش في أماكن منازل، ما عندهاش منزل ملك، باعت الحاجات اللي ملكها، بتعيش في منازل مستأجرة بسيطة جدا، بتعيش بعفش بسيط جدا، هدومها طول الوقت بتلبس فستان واحد ما بتغيروش. طبعا سموها الساحرة لأنها لابسة أسود على طول، كانت بتستسهل وبتلبس أسود. ولما زوجها مات يعني او طليقها مات، قررت انها بقى ايه، خلاص انا عندي مبرر، فبقت بتلبس اسود للابد يعني طول حياتها. طيب الشق الاخر ان هي بس مش بس كده، لكن ما بتهتمش ابدا بمظهرها. لبسها وصل انه كان مقطع ومخيطاه ومرقعاه وحاجات بالشكل ده، شيء غريب جدا. بتروح المؤسسات بتاعتها باللبس ده، ما بتركبش عربيه خاصه، بتنتقل بمواصلات وبتنتقل، او ما بتركبش اله انتقال يعني او وسيله انتقال خاصه بيها، لكن بتركب مع العامه، بتفاصل في كل حاجه. وصلت كمان انها كانت مريضه، عندها جرح مؤلم جدا او فتق يعني انجاز التعبير في معدتها، راحت تتعالج، قالوا لها هتدفعي $100 نظير عمليه هنعملها لك. رفضت تعمل العمليه اللي $100 واتخانقت مع المستشفى ومشيت، وقعدت 20 سنه مصابه وبتتالم وما بتاخدش مسكنات. ولادها كمان ابنها اصيب وهو بيلعب، اصيب في ركبته وهو صغير، خدته راحت بيه المستشفى، طلبت ان هم يعالجوه، قال لها هتدفعي $150 عشان نعالجه. رفضت تعالج ابنها وخدته ورجعت البيت. الولد اصيب بعرج فبقى بيعرج، لما كبر شويه حصل له مشكله تانية، الغرغرينه مشت في رجله، راحت المستشفى قالوا لها هتدفعي فلوس للبتر، قالت لهم لا، ورجعت. لحد ما ابنها كان هيموت اضطرت في الاخر انها تفاصل معاهم وتدفع يعني مبلغ بسيط جدا عشان تجري جراحه لابنها.
حرمان كبير جدا طول الوقت، لدرجه انه الناس كانت بتخاف تقترب منها من كتر ما ريحتها وحشه، ما بتشتريش مشطل شعرها، بتستخسر، ما بتشتريش ادوات نظافه، ولادها محرومين حرمان فظيع جدا، حياه سيئه جدا رغم هذا الكم من الثراء الفاحش، فوصفت بانها السيده الاشهر في البخل والاكثر ثراء. هذه السيده انتهت حياتها في 1916، سابت وراها ثروه بتقدر ب 100 مليون دولار، في التوقيت ده تقريبا بتقدر ب 2.5 مليار دولار. الرقم ده طبعا بعد وفاتها ولادها ما كدبوش خبر، كانوا حرمان يعني، كانوا بدأوا يكرهوا نفسهم، فولادها بدأوا ينفقوا هذه الأموال ببذخ شديد جدا، وبدأوا يعملوا كل اللي نفسهم فيه، وشبه أنه هذه الإمبراطورية المالية تقلصت بشكل كبير. طبعا نتكلم في 1916 تاريخ وفاتها، لكن وصفت هذه القصة بأنها من أغرب القصص الإنسانية في التاريخ الإنساني، واتكتب عنها كتب كثيرة جدا. هذه السيدة هيتي جرين، يعني أشهر النساء ثراء وبخلا في العصر الحديث. دي القصة اللي حبينا نجيبها لحضراتكم النهاردة. الكتاب هتلاقوه حضراتكم ممكن بقى ايه تقروه وتسمعوا حاجات اغرب من اللي انا قلتها بكتير، انا جبت لحضراتكم المختصر يعني. نروح معاكم لتاريخ مصر القديمة، حاجة عظيمة كده عندنا النهاردة، حكاية القناع الذهبي الأشهر في العالم، قناع توت عنخ آمون. قصته إيه وحكايته إيه، والملك توت عنخ آمون له برضو قصة يعني لا غريبة شوية، لا تتوافق مع صيت وشهرة هذا القناع. نعرف مع حضراتكم القصة في هذا أو في هذه الحدوتة اللي رصدناها لحضراتكم من موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن وغيرها من كتب في عرش مصر في المساء مع قصوى. لم يشتهر كواحد من أعظم ملوك مصر القديمة، ورغم قصر مدة حكمه وقلة أعماله كملك حكم مصر، إلا أن شهرته تخطت شهرة أعظم ملوك التاريخ بعدما اكتشفت مقبرته كاملة في وادي الملوك بكل ما تحويه من كنوز ذهبية لا تزال تسحر وتبهر العالم. هي مقتنيات الملك الذهبي الشهير توت عنخ آمون، أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة. ففي نوفمبر عام 1922 عثر عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر على مقبرة توت عنخ آمون، وكان بها التابوت الأصلي المستطيل الشكل المصنوع من حجر الكورتزيت القيم. وعند فتح ذاك التابوت تجلى القناع الذهبي الشهير للملك الشاب حول رأس موميائه، وكان هذا القناع مخصصا لحماية وجه ورأس الملك، وذلك من خلال صيغة سحرية نقشت على ظهره. وبحسب كتاب توت عنخ آمون للدكتور زاهي حواس، فيتميز القناع بدقة الصنع ومدى مقدرة الفنان القديم على تطويع المعادن مثل الذهب اللازورد والعقيق والزجاج الملون المتشكل منها القناع، ويعد من أروع قطع المجوهرات التي عثر عليها بالمقبرة. ويمثل القناع الملكة توت عنخ آمون مرتديا غطاء الرأس الملكي. جاء وجه الملك من الذهب الخالص، والحواجب صنعت من اللازورد، والعيون مطعمة بالكوارتز الأبيض والأوبسيديان الأسود، وعلى ذقن القناع تمتد لحية الآلهة المقدسة التي صنعت من الذهب ومن اللازورد، وعلى جبهته يوجد رمزاء الحماية التاريخية للملك الكبرى وأنثى العقرب، ليظهر إبداع المصري القديم عبر التاريخ في صناعة شهرة لملك جلس على عرش مصر قليلاً وذاع صيته أبدا. وسريعا نروح مع حضراتكم لختام هذه الوقفة، ونروح معاكم لأغنية من الأغاني الجميلة جدا والوطن العربي كله بيغنيها. والحكاية قصة الأغنية دي، أصل الأغنية دي ناس كتير بتتخانق عليه، نقاد بيختلفوا وناس بتختلف، لكن احنا جايبين لحضراتكم المضمون من المعلومات اللي نقدر نتحمل مسؤوليتها. الأغنية دي أغنية زوروني كل سنة مرة. الناس طبعا عارفة زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، وكلمات الأغنية ناس كتير بتغنيها، في ناس كتير قوي غنتها منهم إيمان البحر درويش
درويش محمد الحلو، عندنا كمان تسجيلات قديمة لكارم محمود، صباح فخري، الشيخ إمام، واو حاجات زي كده. لكن عندنا كمان أغنية اللي بيقال إن أول صوت غناها هو الفنان حامد مرسي، وده أول صوت وضع على لحن سيد درويش. طبعا ربنا يرحم الجميع يا رب. كلمات مين؟ كلمات الشيخ يونس القاضي. القصة بتاعت الأغنية إنه أكثر المصادر بتقول إنها اتغنت سنة 1917، يعني كأول غنى ليها، دي قصة الأغنية. لكن كمان هي فيلم حماتي ملاك استعان بهذه الأغنية في بعض الحاجات، واللي غنتها فيها فيروز. طيب نقول لحضراتكم القصة إيه؟ القصة إنه بيقال أكتر من قصة وأكتر من رواية، لكن منها رواية من الروايات بتقول إنه سيد درويش كان بيحب واحدة في إسكندرية اسمها جليلة، جليلة الإسكندرانية، كان بينه وبينها قصة لكن قرر إنه يسيبها. وطبعا سيد درويش كان بيتأثر بالأحداث اللي في حياته، فلما قرر إنه يسيبها قالت له بأزورنا كل حتى ولو كل سنة مرة، ما تنسناش أو حرام تنسنا بالمرة. فخد الجملة دي واتعملت عليها الأغنية. القصة الثانية بتقول إن الشيخ يونس القاضي كان عنده خلاف مع أخته، ووصل الخلاف ده إن هم على ميراث وحاجات زي كده، وبيأكدوا المعلومة بتاعتها إنه قال أنا عملت إيه فيكم تشاكوني وشاكيكم. فدي قصة من القصص. القصة الثالثة طبعا، والحكاية الثالثة، أو خلينا نقول يعني إيه، واحدة من المصادر اللي بتتكلم عن الموضوع، إنه اتغنت في مسارح إسكندرية، وإن سيد درويش أدى الأغنية للفنان حامد إنه يغنيها في مسارح إسكندرية. الناس بتقول لا، اتغنت في القاهرة في بعض المسرحيات. دي قصة من القصص كأول غنى ليها. طيب القصة الأخيرة، انه الناس اللي عملت بحث على الأغنية دي اتعمل فيها يعني كتب زي ما بيقولوا، قالوا انه الأغنية قايمة على فكرة الطقطوقة. وطبعا الناس بتختلف، بتقول لا ده مش لحن سيد درويش، ده لحن عراقي، لحن كذا، لحن كذا، حاجات كده. فبيقولوا انه قائم على فكرة الطقطوقة، والطقطوقة دي كانت يعني نهج او مدرسة من الحاجات اللي مشي عليها سيد درويش، وبالتالي الارجح انها تكون لحن سيد درويش وماشية مع المود العام لسيد درويش. دي قصة عامة عن الاغنية حبينا نرصدها لحضراتكم النهاردة في اطار معلوماتي. لكن القصة الموثقة والحقيقية والاجمل ان هذه الاغنية عايشة معانا لحد النهاردة، وان الناس كلها كل حين وحين بيغنوا يقولوا زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. هو الأب الروحي لجميع الباحثين في علم النفس، والباحث الأشهر فيه سيغموند فرويد، والذي تواترت المعلومات عن نشأته حيث ظهرت عليه علامات النبوغ المبكر، وفضله والداه على بقية إخوته الثمانية لملامح تفرده. ورغم نشأته في أسرة فقيرة، إلا أنهما حرصا على تعليمه، ولم يخيب فرويد ظن كل من راهن عليه، فقدم للبشرية إسهامات مكنته من الجلوس على عرش علم النفس حتى الآن. فهو مؤسس علم التحليل النفسي، وله تنسب عدة نظريات علمية أهمها العقل واللاوعي، كما ابتكر حلقات العلاج النفسي والعديد من التقنيات العلاجية التي انتهجها وطورها العالم بعده. درس الطب رغم ميله للقانون، وكان يأمل أن يتخصص في علم التشريح، ولكنه انهمك في البحث العلمي، ثم حصل على الدكتوراه وعمل محاضرا في أمراض علم الجهاز العصبي. عمل خلال مسيرته العلمية على اكتشاف مواطن الخلل والاضطراب النفسي لدى الإنسان، وأثبت تأثر الإنسان بطفولته في حياته وتصرفاته فيما بعد، وصنف على أساسها عقدة أديب عند الرجال وغيرها. ورغم ما قدمه، إلا أنه لاقى انتقادات واسعة في تطور العلم، لكنه طرق حوالي 19 كتابا من تأليفه، أهمهم ما فوق مبدأ اللذة والسلوك والإدراك والذاكرة وتطور المعالجة النفسية ونقطة الضعف وغيرها من الكتب التي أثر بها المكتبة العالمية. وتوفي عام 1939 بعد صراع مع السرطان.
رحلة قصيرة وعميقة في فقرة الكتاب، والنهاردة اخترنا لحضراتكم شخصية من الشخصيات المؤثرة جدا في التاريخ الإنساني العالمي منذ يعني بداية نبوغ هذه الشخصية. سيغموند فرويد، هذا الرجل ترك لنا الكثير والكثير، ما بين سيرة ذاتية خاصة بوقفات في محطات دقيقة، وأيضا ما بين البحث العلمي الذي انتهجه هذا الرجل أو المنهج اللي انتهجه الدكتور فرويد، وانتقالا إلى تأثيره الذي يصل إلينا حتى اليوم، ومرورا بأوجه النقد الكثيرة التي وجهت لي على الرغم من هذا الثراء وهذا المجهود الكبير الذي قام به. النهاردة رحلة مع حضراتكم مع فرويد، مع الدكتور أستاذ الدكتور أحمد خيري حافظ، أستاذ علم النفس بكلية الأدب بجامعة عين شمس. دكتور أحمد، منور الدنيا كلها. ربنا يخليكي، أهلا وسهلا. خلينا نبدأ من فرويد، لو حبينا نحط يعني وقفة قصيرة مع بداية فرويد وصولا إلى يعني نبوغه في عالم التحليل النفسي. طيب اسمحي لي الأول أن أشكرك أنك التفتي إلى شخصية، هذه الشخصية بيعتبروها عمل الثورة في علم النفس، أشبه بثورة كوبرنيكس، إلى درجة أنه بيوضع واحد من ثلاثة غيروا القرن العشرين بأكمله. صحيح. فرويد طبيب أعصاب أو متخصص في الطب العصبي والمنطقي والطبيعي، زي معظم الأطباء النفسيين، أن يهتم بالجسم أو الجانب الجسدي في الاضطرابات النفسية، لكنه بحسه وبقدرته الهائلة على فهم الإنسان استطاع أن ينتقل من الجسد إلى النفس، وطلب أو يعني عاش في خبرة أن لكي نعرف النفس يجب أن نستمع إلى الناس. وهنا بدأت رحلة طويلة، وفي كل هذه الرحلة تصل إليه أشياء تعطي إليه أضواء، هذه الأضواء تفتح أبواب جديدة جدا في هذا المجال، إلى درجة أنه قال إنه حدس لا يؤتي العمر مرتين. اللي وصل إليه ده حاجة تيجي مرة واحدة في العمر. ولذلك فرويد كان يتسم بعدة سمات قليل ما اتسم بها كثير من علماء النفس. كان مثقفا، وكان مهتما بالأدب، وكان يرى في الأدب أنهم أكثر قدرة الأدباء والشعراء على فهم الإنسان، إلى درجة أنه قال إن الأدباء والشعراء هم شيوخنا الذين يعني يجب أن نلتفت إلى خبرتهم التي لم نصل إليها بحكمتنا المدرسية. وبالتالي هو واحد من قلائل من علماء النفس الذي يعني مد إيده إلى الأدب وإلى الثراء العظيم للأدب وبدأ ياخد منه. ده من واقع اهتمامه بالنفس البشرية. نعم. إلا أنه العامل المشترك بينه وبين الأدباء أنه هو بيهتم بالجوانب النفسية، والأديب بيعمل على الشق النفسي. نعم. للشخصية، وبالتالي ويرى حصل توافق. أن الأديب ملهم بفهم الجوانب الكامنة في النفس الإنسانية، إلى درجة أنه لما أخذ ما يسمى بعقدة أديب وعقدة إلكترا، والتفت إلى درجة أنه بعض الأدباء يقولون ظل هاملت غامضا في مسرحية شكسبير، إلى أن فرويد قال لنا يعني أزمة هاملت كيف كانت، وهي صراع الابن تجاه الأب بحثا عن الأم الحبيبة وما إلى ذلك. حضرتك ذكرت مصطلحين نبسطهم للناس، عقدة أديب وعقدة إلكترا، نبسطهم بشكل يعني يصلح للعرض. عقدة أديب هو فرويد يرى أن الإنسان يمر بمراحل من النمو النفسي الجنسي. المرحلة الأولى سماها المرحلة الفمية، من الميلاد حتى سنتين، ثم المرحلة الشرجية ومن سنتين إلى أربعة، ثم المرحلة القضيبية أو الأوديبية وتبدأ من ثلاثة إلى ست سنين. في هذه المرحلة ينتقل الطفل من الاهتمام بذاته إلى رؤية الآخر، وبالتالي يجد الأب والأم، هو يعشق الأم ويعيش في صراع مع الأب، وبالتالي يجد أنه لا يستطيع أنه يتخلص من الأب.
فيتوحد به، وبالتالي تنشأ لديه عقدة أوديب، وهي تمثل رغبة الابن في الأم في توحده بالأب لتحقيق هذه الرغبة الأوديبية. ولذلك يعني والعكس لدى البنت، والعكس لدى البنت تتوحد بالأم بحثاً عن الأب الحبيب وما إلى ذلك. فبيكون النظرة للأم والأب مختلفة. اتفضل. إنه أحد المحللين النفسيين المصريين الكبار في باريس وهو الأستاذ الدكتور مصطفى صفوان، وهو اسم شهير ومن العلامات البارزة في التحليل النفسي. الغريب أنه قال أن عقدة أوديب لم تعد موجودة في أوروبا، وأنه يعني التغير التاريخي أدى إلى يعني ما يسمى بتعديلات في الرؤية الفرودية في هذا المجال، نتيجة تغير شكل المجتمع والممارسات العامة للمجتمع والحضارة نفسها وتغيرتها. عايز بس أشير كمان إذا أذنتي لي إلى مجموعة من الملامح الهامة جدا. اتفضل. إن فرويد هو عالم النفس الوحيد الذي لم يتوقف عند التحليل النفسي كمدرسة علاجية، وإنما طرح رؤية شاملة وتكاد تكون فلسفة كاملة في الإنسان وفي الحضارة وفي الدين وفي الطوطم وفي التابو وفي كل ما يتصل بتكوين الإنسان، إلى درجة أنك لما تقرأي التحليل النفسي تقرأي ليس مجرد أمراض كما يتصور البعض وما إلى ذلك، وإنما فهم لي يعني أعماق الإنسان. ولذلك جاءت مدرسة التحليل النفسي ومن خلال تلامذة فرويد، يونغ وأدلر وإريك فروم وأسماء يعني لا حصر لها، انتهاء بلاكان في فرنسا، هؤلاء أضافوا إلى الفكر الإنساني وإلى يعني الفلسفة الكثير. ولذلك لا يجب أن نتوقف عند التحليل النفسي أنه بيركز على الجنس ويركز على أشياء محددة. دي كانت من أوجه النقد اللي وجهت لفرويد، أنه اهتم فقط بهذا الشق وبنى عليه يعني بناءه الضخمة بعد ذلك. هو ده صحيح. ولا يزال حتى الآن بعض مقولاته صادقة. يعني هو يرى أن الإنسان تحكمه غريزتين، الجنس والعدوان، وأن الغريزتين دول يمثلوا الطاقة الليبيدية التي تحرك الإنسان، ويرى أن الإنسان كما يسعى للحب يسعى للتدمير وإلى العدوان وما إلى ذلك. ولعل هذا ما نشاهده الآن حوالينا. يعني ما قلت هذه قد تكون دقيقة وصادقة في فهم ما يجري من أحداث. الأمر الثاني إنه فرويد أشار إلى قضية مهمة جدا، وهو أنه كلما تقدم الإنسان في الحضارة كلما زاد الكبت لديه. فالبعض يتصور أن التحضر ده يأتي بالسعادة والانطلاق بالتوازي مع الحرية. يعني ده بالعكس. يعني نحن ندفع ثمنا غاليا لما نحققه من تحضر وتقدم. وإشارات فرويد إلى هذا أساسية. ولذلك التحليل النفسي جوهره الأساسي، ميزانه الرئيسي، هو نظرية الكبت. وبالتالي عندما يتخلص الإنسان من الكبت يتخلص من التوترات ومن الاضطرابات النفسية. الأحاديث المختلفة تجاه فرويد، طبعا أوجه النقد اللي وجهت جزء منها وجه لشخصية فرويد في البحث أو لنمطه أو منهجه في البحث والوصول إلى النتائج اللي وصل ليها، والشق الآخر يوجه لتأثير النتائج اللي طرحها فرويد أو لتأثير النظريات اللي طرحها فرويد على الإنسانية وعلى العلوم النفسية بعد ذلك. حضرتك شايف من جميع أوجه النقد أن كان في مبالغة في الهجوم على فرويد بشكل كبير، ولا أنها كانت متوازنة؟ لأنه طبعا أوجه النقد كثيرة. فرويد جاء في مجتمع محافظ، وعندما تأتينا في مجتمع محافظ وتطرحي القضية بالصورة أو بالطريقة التي طرحها فرويد على أنها نظرية الجنسية هي المحرك للإنسان، ويصل به الأمر إلى أن يقول إنه الجنس ليس في الأعضاء التناسلية فقط،
ده كل جسم الإنسان يعني له مدلولات جنسية، وتحدث عن لغة الجسد، وتحدث عن قضايا كثيرة فيها. هذه كلها كانت قضايا صادمة للمجتمع وللمفكرين، ولذلك لقي من النقد حتى الآن ما لم يلقه أحد في هذا المجال. لكن تظل مقولاته، بعضها صادق وبعضها يعني تغير، وبعضها يحتاج إلى إعادة النظر. وأريد أن أشير إلى يعني قضية هامة في هذا المجال، إنه الناس بتفهم إن الجنس في يعني في معناه الفج، وهذا غير حقيقي. هو يرى في السلام جنس، وفي التحية جنس، وفي الاقتراب جنس، وفي المودة جنس، ولكن جنس بالمفهوم المشاعر والأحاسيس والتواصل، وبالتالي ليس الجنس يعني ما يؤخذ. الناس اللي يعني ليس لديها عمق في رؤية فرويد بالطرح الساذج والبسيط لهذه القضية. أيضا من الأحلام يا دكتور، الأحلام دي كانت فتح عظيم، ولعلك تذكري أنه كتاب تفسير الأحلام أخذ عليه جائزة خطيرة. هذه الجائزة كانت جائزة أدبية بالدرجة الأولى، وبالتالي نحن أمام عمل أدبي متفرد. هو يرى أن الأحلام هي لغة النائم، وهي تحاول أن تحقق الإشباعات للنائم، وهي أيضا الحارس للنوم. وبالتالي الأحلام تحتاج إلى رؤية وإلى تفسير، وقدم نظرية متكاملة في المحتوى الظاهر للحلم والمحتوى الباطن للحلم، وفي أشكال الأحلام وفي الأحلام. ويرى أن الأحلام في أبسطها أحلام الأطفال. طفل عندما يحلم أنه جعان ينام ويحلم بأنه يأكل تفاحة أو يأكل شيء منها، وده يعني تفسير بسيط للأحلام. ولذلك الأحلام حتى الآن هي مثار اهتمام يعني الشرائع الدينية والأدب والفكر وما إلى ذلك، والعلم. ولا يزال تفسير فرويد للأحلام يعني له قيمة عالية جدا في فهمها. طبعا احنا محتاجين من حضرتك ومن وقتك مرة تانية نتكلم في ذات الموضوع، لانه يحتاج للطرح بشكل اكبر. وممتنة لحديث حضرتك يعني، وكنت احب ان انا استمع لاكبر وقت ممكن. نورتني حضرتك وشكرا جزيلا. وانا سعيد بهذا اللقاء، وحييك على اختيار فرويد قضية رئيسية، لان احنا بين الحين والحين محتاجين ان نعود الى الماضي والى الوجوه والملامح اللي ليها آثار في هذا الموضوع. نورتني وشكرا جزيلا أستاذنا العزيز الدكتور أحمد خيري حافظ، أستاذ علم النفس بكلية الأداب بجامعة عين شمس، ومن كبار الأساتذة في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لحضرتك. مع حضراتكم من هذه الوقفة نذهب معكم إلى صالون المساء، والوقفة رياضية صحفية بامتياز، خليكم معنا. حمل من اسمه عدة صفات، وأضاف إليها شهرة واسعة وتجربة امتدت لأكثر من 40 عاما، ليكون أصغر صحفي يجري حوارا مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والصحفي العربي الوحيد الذي يحاور النجمة الإنجليزية سير ستانلي ماتيوس، وصديقا مقربا لنجوم المجتمع. إنه الصحفي القدير محمود معروف. أحب القراءة منذ الصغر، وتدرب على الصحافة منذ أن كان طالبا في المدرسة، وسعى لصناعة مشوار مهني حافل بالإنجازات بطموحه وحبه للمجال. يقول: كرة القدم الآن للشهرة، وأحب أن يعرف الناس اسمي. بدا حياته متدربا في بوابة مجلة الإذاعة والتلفزيون مرورا بالجمهورية، وتنوع قلمه ما بين السياسة والرياضة والفن. عمل معروف بدار التحرير عام 1968، وترأس تحرير مجلة الكرة والملاعب. نجح في انتخابات مجلس الشعب عام 2000،
وكان أيضا عضوا سابقا بمجلس إدارة نادي الزمالك وعضوا ووكيلا لنقابة الصحفيين. يكتب الناقد الكبير بابا في الجمهورية بعنوان بدون مجاملة وتليكس إلى، شارك معروف في عدة أعمال سينمائية من بينها فيلم شباب يحترق عام 1972 مع الفنان الراحل محمود ياسين. الكاتب الكبير محمود معروف يحكي عن محطات حياته في صالون المساء مع قصوى. ومحطات أخرى مهمة جدا هنتكلم عنها، جبنا لحضراتكم كده إيه نقلات مقتضبة وسريعة، لكن عندنا الأرشيف أو زي ما بنقول السيرة الذاتية دسمة جدا مليانة تفاصيل وأحداث ورحلة طويلة جدا. هنحاول النهاردة زي ما بنعمل كده كل مرة نوقف وقفات محددة ممكن حضراتكم تستشفوا فيها ما وراء هذه الشخصية. الاسم النهاردة اسم كبير جدا في عالم الكتابة الصحفية، حضارة في عالم نفسها النجوم والفن والمجتمع، في عالم الرياضة ليه تفاصيل وتشعبات مختلفة في عوالم مختلفة كلها بترجع في الآخر لاسم محمود معروف اللي منورنا النهاردة. أستاذ محمود منور الدنيا. ربنا يخليك يا أستاذ قصوى والنبي، يعني أنا عارف لكن أنت يعني السادة المشاهدين لازم تترجميهم بقى، تترجميها بالعربي بقى. ماذا تعني كلمة قصوى؟ هم عارفين أنا ترجمتها قبل كده. أنا هتكلم عن حضرتك النهاردة يا أستاذ محمود منورني. أنا حب أقولها لكم، أنا يعني أنا معايا صور الحقيقة، مجموعة صور، لو يعني طبعا هنعرض شوية صور كده، لكن يعني أرشيف دسم جدا من الرحلة الإنسانية أو من الذكريات الإنسانية المختلفة الأستاذ محمود. نبدأ مع حضرتك خطوة خطوة، الدخول إلى هذا العالم وفكرة أنه كان عندك الرغبة الصحفية أو المحبة الصحفية من المدرسة والوصول إلى هذه الدرجة. لو بدأنا بقى من مرحلة المدرسة تقول لنا إيه؟ لا هقول انا طبعا يعني فلاح من احدى قرى محافظه القليوبيه، قريه المنزله مركز توخ محافظه القليوبيه. ودخلت مدرسه الامريكيه في توخ، وبعدين بنها الثانويه كليه الاداب جامعه عين شمس، وبعدين الماجستير في جامعه القاهره. وطبعا وانا طالب ما زلت بدات اتمرن في الصحافه في مجله الاذاعه والتلفزيون. طالب في الكليه وانا طالب لسه. وانا طالب وبعدين رحت جريده الجمهوريه وبدات في الفن. وعارف اما واحد ربنا بي 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 يعني سبحانك يا رب احمدك واشكر فضلك، يعني يعني ربنا كان موفقني قوي وقابلت ناس والحظ وال يعني رضا ربنا عليا خلاني وقعني في سكك العظماء. يعني الفنانه العظيمه ام كلثوم، الفنان العظيم عبد الحليم حافظ، الفنان العظيم فريد الأطرش، خدي طبعا يعني الفنان العظيم عادل إمام، ده طبعا علاقتي بيه قديمة قوي، وأفراح ولادي الثلاثة حضر الثلاث أفراح مش هو لوحده، عدد كبير جدا من الفنانين. وطبعا المشير حسين طنطاوي يا رب يشفيه يا رب يشفيه حضر أفراح ولادي الثلاثة، يعني بتوع الأوتيل يقولوا لي احنا كان مثلا في وقت من الأوقات كان عندي 11 وزير وكل قيادات المحافظين ومش عارف، يقولوا لي ربنا يستر ما فيش حراسات، هم طبعا كل واحد جاي يحضر فرح مش هيجيب بقى، فنحمد ربنا يعني كلها. وبعدين طبعا صدف في حيات كتير. انا عايزه بقى ايه اروح لشويه لقطات صغيره. طبعا حكايه ام كلثوم معظم الناس اللي متابعين حضرتك عارفين اللقاء كان ازاي، لكن برضو ممكن تقول حاجه سريعه كده للمشاهد اللي مش عارف اللقاء صحفي صغير او شاب صغير انه يجري حوار مع ام كلثوم بهذه القامه وانها تدي لك كمان هديه منها والقصه الطريفه دي. القلم خدت القلم بتاع ام كلثوم مازال عندي، وخدت كرافتتين من الحاجة زينب الشناوي حفيدة بنت الحاجة علية أخت عبد الحليم حافظ، يعني المرحوم عبد الحليم حافظ يبقى خالها، وادتني كرافتتين من بتوع خالها عبد الحليم حافظ، وكان مدينهم له الملك الحسن الثاني ملك المغرب الله يرحمه، لما لقتني بعمل حاجات حلوة أو حلقات حلوة أو عن خالها عبد الحليم حافظ قوي. طبعا هي وولادها عبد الحليم وعبد الله ونور، نور ده المطرب، وجوزها محمد الشناوي ابن الفنان كمال الشناوي، ما ابن عمها، هي بنت عبد القادر الشناوي
أخو كمال الشناوي، وكمال الشناوي مخلف محمد ابنه اللي هو كان ضابط في القوات المسلحة وبعد مخرج وكده، فمخلفين فهي من حبها في خالها، وعشان لا أنا عملته الخالة، لأن يمكن أنا الصحفي بحمد ربنا أكتر واحد دخل بيت عبد الحليم حافظ في أي وقت بيته اللي هو، ودي برضه دخلتيني في حاجة هقول لك يا قسوة أنت لسه طبعا ماشي. فأنا وأنا في البرلمان يا قسوة كنت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في البرلمان، عبد الحليم حافظ ساكن في شارع اسمه بهاء الدين أرقوش، وأنا في البرلمان كلمت عملت يعني لرئيس الوزراء دكتور عاطف عبيد الله يرحمه والدكتور احمد نظيف الاثنين ده رئيس وزراء وده رئيس، وقلت لهم من فضلكم عبد الحليم حافظ. انا رحت الجزائر لقيت شارع عبد الحليم حافظ، رحت تونس لقيت نهج عبد الحليم حافظ، يعني نهج يعني شارع، رحت المغرب لقيت شارع عبد الحليم حافظ، الا في مصر. فازاي ما بقى يبقى عبد الحليم حافظ قاعد في شارع 16 سنه في الزمالك مكتوب عليه بهاء الدين أرقوش؟ ده أرقوش ده انت وانا وكلنا نعرف ايوه أرقوش هو الشرير، بفهمنا الشرير. فقلت لهم ازاي طب سموا الشارع ده باسم عبد الحليم حافظ؟ جاء رئيس الوزراء راح جاب وزير التنميه المحليه وجاب محافظ القاهره وعمل خطبه عصماء في البرلمان تحت قبه البرلمان، ان بهاء الدين قرقوش رجل وطني، هو الذي بنى سور مجرى العيون، وهو الذي بنى القلعة. قلت له بس اقف بقى اقف. قلت له ايوه بقول لك اقف في البرلمان. قلت له ايوه اقف. ايه اللي انا يا اما اللي بيدرسوا لنا ناس غلطانين في المدارس والجامعة، لان كلنا نعرف اللي بنى القلعة صلاح الدين، اسمها قلعة صلاح الدين، فما تقول لي أرقوش. وبعدين يا سيدي اذا كان طب ما تسمي الشارع ده بدل ما تسمي ده عبد الحليم حافظ ومدان القلعه سميه أرقوش. واقتنعوا انه هيتسمى الشارع، وبعديها بفتره حصل تغيير وزاري ومشيوا والمحافظ مشي وبقي الاسم حتى رجع قال لك وهناك شارع في القاهره باسم عبد الحليم حافظ، ولا يجوز ان يطلق اسم شخص واحد على شارعين في مدينه واحده. قلت له فين ده؟ قال اللي جنب معهد الموسيقى العربيه. رحت حاره ضيقه كده قدام مسرح جلال الشرقاوي وضلمه، كانت ضلمه ومكتوب عليها شارع نادي الموسيقى. ده حضرتك تتبعت الموضوع؟ وانا سكت. بعد فتره يمكن من بعدها بسنه سموه شارع عبد الحليم حافظ حاره. نجحت المهمه بتاعت حضرتك؟ لا ما نجحتش. ليه؟ تنجح انه يرجع الشارع اللي ساكن فيه عبد الحليم حافظ اللي هو أرقوش اللي هو في الزمالك جنب عماره الايموبيلي جنب عماره ليبون، وانا عامل كتاب عن عماره ليبون ده فيها عماره النجوم دي فيها كل الفنانين فاتن حمامه لبنى عبد العزيز محرم فؤاد فيها 24 فنان وفنانه من الكبار قوي. طيب انا عايزه استفيد بالوقت فاي اروح في كل المحطات ابقى حتى عديت على حاجه كده. نروح للرياض بعد محطه باب الحديد. الله يخليك يا قسوه زحمه قوي، هينقلوها على فكره، هيعملوا واحده للصعيد ناحيه الجيزه وواحده للاسكندريه ناحيه شبرا الخيمه. طيب محطه الرياضه، لو نزلنا في محطه الرياضه اسيب لحضرتك بقى الحديث. هي الرياضه جت بعد الفن. الفن كنت وانا في الجامعه فكنت يعني كنت عاوز ابقى نجم كده زي حسين فهمي وزي محمود ياسين ونور الشريف الله يرحم اللي ماتوا طبعا. فرحت اقدم في معهد السينما ولقيت كتير مقدمين، رحت وسقطنا كلنا، خد ولاد المخرجين يعني مش هقول اسماء والممثلين وحاجات كده، لكن انا طلعت منه بصداقه واحد اسمه سيد شعبان كان مقدم راخر وما قبلش. ده كان طالب في معهد الكونسيرفاتوار وبقينا اصحاب قوي بقى نتقابل كل نخرج بقى يا بين اصحاب قوي. جه عبد الرحمن الخميسي مكتشف سعاد حسني ومحرم فؤاد لما عمله حسن ونعيمه هو نفسه راح بيدور بيعمل حاجه على الاوبرا اسمها مهر العروسه اوبريت استعراضي فعاوز واحد بيغني وصوته حلو بيمثل وبيقدر يعمل حركات استعراضيه على المسرح. لف في المعاهد الفنيه كلها لقى الولد ده كويس، قالوا له ده جلال الشرقاوي الله يرحمه قال له الولد ده هيبقى ده كويس قوي. فراح جايب سيد شعبان اللي هو سقط في معهد السينما بقى بطل الاستعراض اللي هي مهر العروسه كان فيها فنانين عظماء وهو البطل كان اسمه بعزق العبيط القريه هو طبعا في الاخر ما بيطلعش عبيط. في ليله مش الافتتاح اليوم اللي قبل الافتتاح اسمه البروفا جنرال
كان يوم الاربعاء فالافتتاح الخميس، فاليوم اللي قبلها الفنانين اهاليهم وقرايبهم كلهم بيجوا يحضروا بقى مجانا. فانا رحت مع سيد صاحبي البطل صاحبي بتاع سيد شعبان. طبعا بقى يعني راح فين؟ راح النمسا ياخد ماجستير، اتجوزته واحده نمساويه وما رجعش. فوقفوا الستاره، خلص العرض فوقفوا على المسرح واحنا قاعدين، لقينا البنوار الاولاني اول بنوار جنب المسرح. بنبص كل الصاله سابت ده وبتبص هنا السيده ام كلثوم يا طبعا الستاره اتقفلت فكلهم وقفوا على المسرح جميع الممثلين. جت سيده ام كلثوم دخلت من الكواليس وتسلم عليهم، برافو يا بعزق ده انت رائع وصوتك رائع يا بعزق، اسمك ايه؟ قال لها اسمي سيد شعبان. قلت له يا سيد انت هتبقى زي عبد الحليم حافظ بس ما تقولوش، اوعى تقول له، واوعى الشيشه اوعى. قال لها لا، قالت له خلي يا بعزق بقول ام كلثوم قالت انت تبقى صوت حلو. وبتسلم جريت سيد ده انا اخوك، ده احنا بناكل فول وطعميه بقى لنا 20 يوم صبح ودور. سيد اخد منها كلمتين والنبي. راح جاري يا ست بعد ما خلصت سلام، بس ايه ابوس رجلك؟ قلت له ايه يا بعزق في ايه؟ قال له النبي محمود اخويا وصاحبي، ولو السماء اتفتحت له بطاقه السماء اني لو اديت له كلمتين اتنين باب السماء. قالت لي يجي لي الفيلا يوم الاربعاء. الكلام ده كنا يوم الاربعاء، الاربعاء اللي بعد قعدت من الاربعاء للاربعاء. ده الحوار اللي عملته معه اتعامل. طيب إيه عملت حوارات مع ام كلثوم؟ طبعا حوارات مع شخصيات عالميه حاجه كده ارشيف، وانا عماله بذاكر اسماء بقى وقصص وحكايات. ده الشق الفني ورؤساء جمهوريات برضو. ما انا رايحه ده، عايزه اروح للسياسه برضو. عايزه اروح للرياضه. دخول عالم الرياضه لدرجه انه يعني من نجوم عالم الرياضه دلوقتي حضرتك، الدخول كان ازاي والخطوات اللي نقدر نقول ان الحظ حالف حضرتك فيها وتوفيق ربنا؟ طبعا بقول لحضرتك من يوم ما بدات يعني 90% من الفنانين والفنانات اللي في مصر اصدقاء يعني الكبار قوي اصدقاء اكتر من الرياضيين. لكن اللي انا كنت في 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 الجامعه كنت بلعب على قوة وخدت بطوله الجامعه، خدت 3 ميداليات. فكان معانا واحد اسمه مصطفى منيب، مصطفى كمال عبد القادر، مصطفى منيب شهرته. وخدنا وده النادي الاهلي، العب على قوة في النادي الاهلي. وكنت مع عظماء الالعاب الاولمبيه والحاجات دي يعني، وعرفت النادي الاهلي من صغري. رحت الاهلي الاول وبعدين رحت على الزمالك. بدايتك كانت الاهلي. الاهلي وقعدت فيه 4 سنين. وبعدين رحت الزمالك بعد كده، وبدات يعني اشوف كابتن صالح سليم. صالح سليم اللي بنشوفوه في التلفزيون بنقرا في الجرايد، ازيك يا كابتن، ازيك يا ماستيرو، بيقولوا له هو يا مايسترو فبيدلعوا بيقولوا يا ماستيرو، ازيك يا ماستيرو، فبيبص لي هو باحتقار ايه الكابتن ده اللي هيقول لي ماستيرو ده. وكابتن رفعت فنجيل والشيخ طه اسماعيل الله يرحم اللي مات منهم، والنجوم بقى الفطاحل بقى. وبعدين لما رحت الزمالك بقت نفس الحكايه. فبقول لهم تصوروا مثلا الكابتن صالح سليم قال كذا كذا، يا هبل اكتبها. حاضر. اروح نزل كابتن نبيل نصير، كان طلعت عليه حاجه كده، فنانه مشهوره قوي 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 انه حبها وهيتجوزها. مشهوره قوي وكانت حديث مصر كله العالم العربي. انه بيحب اكتب يهبل. بدات اكتب خلاص، ما انا بقابلهم وبقعد معاهم، مع نبيل نصير ومع علي محسن ومع حماده امام ومع يعني الاجيال وحسن شحاته بعد كده وفاروق جعفر وعلي خليل وفي الاهلي الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس واكرامي وثابت الله يرحمه. فاندمجت معاهم وبقيت صديق مش صحفي، بقيت صديق ليهم. ودخلت خصوصا ان بقت تيجي رحلات كتير قوي للمنتخب، فسافر انا مع المنتخب، كنت اصغر صحفي بسافر مع المنتخب. فمعاك الكواليس بقى كلها الجوه بقى. وبقيت بدخل بيوتهم يعني بقيت اللعيبه دول ادخل بيوتهم وعارف الامهات والاباء والاخوان والاخوات يعني. فبقيت ما بتعاملش كصحفي، وده يمكن ما زالت علاقتي بيهم حتى اليوم مستمره يعني. مفيش واحد بيجوز بنته ولا جوز ابنه يا محمود لازم تيجي. فالحمد لله. وطبعا لم تنقطع صلتي بالفن، ويعني الله يرحمها شاده دي كانت اقرب واحده لقلبي. يا محمود انا امي ولدتني في النادي الاهلي. ولدتك ازاي في النادي الاهلي؟ يا محمود انا كنت بركب البسكليته العجله يعني.
في النادي الأهلي ومرة أمي كانت حامل فيا وجالها المخاض ونقلوها مستشفى المعلمين، مستشفى مستشفى إيه اللي جنب اتحاد الكورة جنب النادي الأهلي على طول. مين اللي كان بيركب البسكليتة؟ هي شادية تعلمت ركوب العجلة في النادي الأهلي. يعني لكن بتحكي لك اللي قبل بتحكي كده يعني إنها الأول ما ولدتها في مستشفى اللي جنب النادي الأهلي، وهي في النادي الأهلي خدوها اسمها المعلم، لا مش المعلمين، مستشفى كده في الشارع في اتحاد الكورة والنادي الأهلي. مذكرات أو حكايات وقصص فنانين كتير حضرتك رصدت، يعني وأنا بسمع أقدر أقول إن ما خفي كان أعظم، فرصدت ده في كتابات محددة، لكن هل بتفكر تعمل يعني حاجة ترصد فيها هذا التاريخ الفني الكبير، حاجة شاملة كبيرة؟ يعني أعتقد أنه عند حضرتك كواليس كتير لسه ما اتحكتش. يعني مثلا كان فيها، أنا طبعا بتكلم إنجليزي فرنساوي روسي ألماني، بتكلم ألماني كويس قوي زي الإنجليزي. وكان فيه عاملين استعراض القاهرة في ألف عام، استعراض القاهرة في ألف عام، وكانوا جايبين مخرج من ألمانيا اسمه إيرفين لايستر ومصمم رقصات اسمه فولفجانج زايفورت، وكانت سلوى طلب ومجموعة يعني بيعملوا حاجات عظيمة على مسرح البالون، مرور ألف سنة على إنشاء القاهرة. وكان في الله يرحمه سعيد طرابيك مترجم للألمان، فعايزين حد تاني معاه، فكنت أنا يعني غاول ما كنت بروح أغطي الأخبار دي، فلقوني بتكلم مع زايفرت بالالماني ومع ليس، قال لي ما تيجي سعيد ابو بكر الله يرحمه كان مدير المصر، قال لي ما تيجي يا ابني تترجم، قلت له اكي وفرحان قوي. فكان مين بقى كان الابطال بتاع الاستعراض ده؟ صفاء ابو السعود وهالي فاخر وسعيد صالح ومحي اسماعيل، وكان الكومبارس، مين الكومبارس اللي كانوا في استعراض القرف الف عام؟ الله يرحمه احمد زكي كومبارس، يونس شلبي. علاقتك قوية كانت بالمرحوم أحمد زكي. ده عشت عمر أحمد زكي يعني. وصبر عبد المنعم وأحمد ماهر ومحمد صبحي وسامي فهمي، كل دول كانوا طلبة في معهد الفنون المسرحية، لما جم يعملوها عايزين مجموعات تجري على المسرح، فكانوا دول. عشان كده أحمد زكي ما كنت بروح بيته على طول في المهندسين جنب قدام مسجد الشاذلية اللي هو جنب نادي الزمالك، كان واخد اوضه على السطوح في الحته دي، كل يوم نخلص اروح اسهر معاهم واروح اسهر معاه. لا لا لا، ده انا يا عشان كده سالت محمد حضرتك صبحي الله يخلي يا صبحي واحمد ماهر طبعا الاحياء ربنا يبارك فيهم، ومين تاني كتير هم المجموعه. طب انا سالتك سؤال، ممكن تعمل كتاب كبير فيه حكايه او رحلتك مع كل هؤلاء الفنانين، باعتبار ان عند حضرتك كواليس ما حدش يعرفها بشكل كبير، حتى يعني معظم الناس اللي بقعد معاها استشفيت ان حضرتك عندك كواليس اكبر من المطروحه، هل ممكن تعمل حاجه زي دي؟ لا ده في حاجات تانية غير الفن والرياضه والحاجات دي بقى. لا كواليس السياسه كمان في، وغير السياسه في قصص وغير تانية. السياسه في سفريه انا جات لي دعوه مره، دعوه اروح احتفالات اليمن في اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. اليمن الشمالي جاء دعوه من رئيس احمد حسين الغشمي، ففوجئت ان انا مرشح، خدوني مع عن الصحفيين وخدوا الاستاذه ساميه صادق عن التلفزيون وخدوا المدام امال فهمي الله يرحمهم عن الاذاعه. رحنا وطبعا ودونا الاول رحله بقى، يودونا بقى صنعاء وتعز والحديده مشاهده للمكان. انا بزعل من المذيعات اللي يقولوا الحديده، اسمها الحديده. فخدونا في 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 عربيه، هنودونا بقى من صنعاء للحديده. طلعنا جبل، اعلى جبل في التاريخ اسمه جبل سمارة. ايوه اخواننا اليمنيين اضحكوا اعلى جبل في الدنيا، واحنا فوق الجبل فوق، اقسم لك بالله يا قصوى الطياره جنبينا، اقسم بالله الطياره فوق السحاب، يعني السحاب واطي واحنا فوق. وايه بقى، وطريق رايح جاي وماشي على 120 كيلو، وتحت طبعا وانت في بداية المطلع بياخدوا نمرة العربية وقسم الركاب. بعد ثلاث ساعات يتصلوا بنهاية شوفوهم وصلوا ولا لا. اذا ما وصلوش يبقوا وقعوا. يعني خلاص وقعت السيارة رقم كذا فيها فلان وفلان وفلان. فواحنا ما فيش رجوع. ما فيش شارع هنحاود منه. يعني وفوق ده يجي بتاع السواق يشغل ايه اغنية شادية.
آخر ليلة قلت له يخرب بيتك وبيت سنتك السود هي ناقصاك. فده يوم مش هنساه كويس. وإحنا بعديها بثلاث أيام رحنا نقابل رئيس الجمهورية أحمد حسين الغشمي. أكرمنا قدامنا كل واحد، هدية قيمة جدا جدا، ما زلت ساعة اداني ساعة ما زلت أحتفظ بيها جدا. وإحنا مسافرين جاله واحد من اليمن الجنوبية واخد له شنطة ورايح بيها من رئيس الشنطة، طلعت فيها قنبلة انفجرت موتت الرئيس الغشمي والراجل المندوب. دي ذكريات يعني كمان صعبة جدا، ممكن حضرتك تحكيها لو أصدرت كتاب أو شيء. يا لا لا ده أنا بقولك من الحاجات لا طبعا الحكايات الجميلة في كتير، في منتظرين كتير حضرتك كتير في حكايات تانية إن شاء الله. أنا يعني كنا حابين نستعرض بس مقتطفات كده من حياة نجم كبير في عالم الفن والرياضة والصحافة وكل حاجة، بس سريعا لأن الوقت. تفضل حضرتك. عبد الحليم حافظ، أنا كنت بغطي أخبار النادي الأهلي زي ما قلت لك، وكان في سباح في النادي الأهلي اسمه مروان غزاوي، ده كان من أبطال مصر فعلا، هو محرم الراغب وسحر منصور وشادية الراغب، مجموعة أعظم سباحين في تاريخ مصر. وكان مروان غزاوي ده أبوه مختار غزاوي من غزة، وغزة دي مصرية بس بيتكلموا اللهجة الشامي. فكنت صاحب مروان قوي، بنخرج ونسهر ونروح النادي الاهلي ونروح مش عارف ايه. فعم مروان مختار غزاوي قال لي محمود، قلت له اهلا يا عم مختار. قال لي عاوزين نجوز اخوك مروان، قلت له جوزه انا منعك. قال لي يعني نجيب مين يغني في الفرح؟ انا متعهد افرح. قلت له اتعب حليم حافظ. قال لي منيح منيح تعرفه؟ قلت له صاحبي طبعا، اللي شفت عبد الحليم حافظ ولا قابلته ولا عارف ساكن فين. نجيبه يا دي المصيبة السوداء. فرحت لصلاح درويش الله يرحمه رئيس قسم الفني، قلت له صلاح انا اتورطت، فين بيت عبد الحليم حافظ اللي انا بقول لك عليه دلوقتي؟ في شارع قرقوش ده. ورحنا واتفقنا معاه. حلو. واول مره في حياتي بشوف عبد الحليم حافظ. ده كان اللقاء الاول بعبد الحليم. كان اللقاء الاول كان سنة 75 سنة 75. وقلت له مروان غزاوي، قال له جورنانا، وكان واخد بطل العالم في المنش بيعبر المنش وحاجات، قال ده جورنانو عبد الحليم لسه قاريه. ورحت قابلته طبعا في على باب الاوتيل، ونازله سهير زكي كانت هي اللي بترقص. قال لها انت رايحه فين؟ والله قلت له كنت بقى. قال لها والله، ورجعها تاني ورقصت قدامه. وبعديها فضلت علاقتي بعبد الحليم. سريعا يا استاذ محمود والنبي عشان التوقيت. طيب اصل هو جه بعد كده هيعمل حفله للنادي الاهلي عشان هياخد كاس مصر. يوم المباراه الاهلي اتغلب فرح. طيب لحد الحته دي وتمام قوي كده، نورتني وان شاء بس الله. بس الاهلي خد بطولات كتير بعديها. طيب الحمد لله. الحمد لله. وهيلاعب الزمالك يوم 27 فبراير نوفمبر في نهائي كاس افريقيا، ودي اول مره في التاريخ ناديين من قاره واحده يوصل مباراة نهائية. ده حدث عالمي، حدث تاريخي بغض النظر مين يفوز، لكن في حد ما يبقى الناديين من مصر. ألف حمد ألف شكر. متوقع نتيجة محددة؟ لا، بتوقع أن مصر ستفوز بكأس إن شاء الله. أفريقيا إن شاء الله بإذن الله. نورتني، شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله لينا لقاء مع حضرتك نحكي فيه المزيد من الحكايات. نورتني وشكرا جزيلا. شكرا. حكايات قد كده صحيح. شكرا لك أنت والمخرج محمد طلعت. محمد طلعت ده عملت معاه برنامج 7 سنين. طيب نورتني حضرتك. هو الأستاذ محمد طلعت. شوف حضراتكم على خير في حلقة جديدة من المساء مع قصوى. لكم تحياتي قصوى الخليل.